من سجن إيفين الإيراني سربت فيديوهات فظيعة التقطتها كاميرات المراقبة تظهر العذاب الذي يعيشه السجناء داخل أسوار السجن. في هذا الفيديو مشاهدينا تم سحل سجين بدا ضعيفا وهزيلا وجره بشكل مهين جدا. نتابع. يمرون فوقه وهو مرمي على الأرض بلا إنسانية. سربت أيضا فيديوهات أخرى لضرب وتعنيف سجين آخر بطريقة مذلة أيضا. نتابع. معروف على سجن إيفين الإيراني أنه سجن سيء الصيت، لكن فضح الانتهاكات التي تقع داخله بالصوت والصورة بعد اختراق مجموعة متسللين تطلق على نفسها اسم عدالة عدي كاميرات المراقبة. وفي هذا الفيديو يظهر لحظة الاختراق. هذا كله دفع رئيس مصلحة السجون الإيرانية إلى الاعتذار معترفا بصحتها. انتشرت هذه الفيديوهات الصادمة على مواقع التواصل الاجتماعي مع التنديد بالانتهاكات اللا إنسانية في حق المساجين والتي تقع داخل السجون الإيرانية. محمد البلوشي غرد على تويتر وقال: هذا السجن هو أقذر السجون الإيرانية ومن أيام الشاه، وهو مخصص للتعذيب بأنواعه وألوانه. نادر جدا خروج سجين منه وهو حي. هادي كذلك كتب: قراصنة يخترقون كاميرات سجن إيفين في طهران ويوثقون مشاهد عنف ضد السجناء على يد عناصر الأمن. تكشف اللقطات قساوة تمارسها حيوانات على شاكلة بشر. وأحمد علق أيضا: سجن إيفين سيء الصيت من أفظع وأكبر سجون إيران. بداخله يتم تصفية المعارضين الذين لا توجد أدلة تدينهم. يتم ذلك عن طريق دس السم بالطعام أو افتعال حالة انتحار وهمية أو إهمال طبي متعمد. لابد للمجتمع الدولي أن ينهي صمته الطويل تجاه هذه الانتهاكات الوحشية داخل السجون الإيرانية. أما عمر فاستفزه كل تفصيل في الفيديوهات المسربة، حيث قال في تغريدته: إيران تعترف أن الفيديوهات المسربة من سجن إيفين هي حقيقية. الأسوأ في هذا الفيديو هو رجل الدين الذي عبر فوق الرجل المرمي أرضا. شاركونا بآرائكم، هل تعتقدون بتسريب هذه الفيديوهات سوف تتوقف إيران عن التعذيب وإهانة المساجين؟ أما خفي كان أعظم.